بو احنا معك في التميره والمحايد. شربي شربي. نهار تزاديت هو يمشي بوا بحال وهرب او جاي النحس. هادي يا بوي الكيكه بوي تحرقت شوطه شوطه. ميساء ميساء وميساء انتي ما كتبغيش هادشي نوضي بركه من النعاس نوضي جيبي الحليب تنوضي اخوتك عبغوا يمشيو للمدرسه نوضي جيبي الحليب شو دابا هاد المهبوله واحد العاجي في سطات الماء خوي عليها انتي نوضي نوضي يا المهبولة نوضي راحتك باغا الحليب أتي نوضي أنا بنيتي جاي أنا حبيبتي أنا كبيتي أنا أنا مهمتي أنا تبعدي مرتك شويه صافي بنيتي صافي صافي بنيتي صافي يلا نجيب لك حليب هيا نجيب لك حليب شات سكنت في الحانوت سكنت هاي بنيتي هاي بنيتي نجيب لك حليب هاي اوتي سربي يا ميساء كتمشي كتسكن تما كتمشي مع معمولات الحانوت هاي بنيتي هاي نجيب لك حليب نصيب ركو كله شربي باكي انتي ماكي جيبها ليا نصيطرة وذكر ما عطاليش مول الحانوت قالك مول الحانوت حتى تعطي في القديم هذا يعطيك في الجديد قالك لو ما عطيتيش يمشي يدعي قالك جمعت عليك 40000 وهادي منين جات هادي شات وليا بنت فاطمه بقينا فيها ماشي داك 40000 وما البو 40000 كيعطيني العسل الحار انا غادي نوري 40000 الا كانت جمعت لينا 40000 ايوا هادي الحال اللي كتولد على البنات راه ربي مسخوط وخلاني وبنت الرجال سمح شويه ولكن هادي الحاله مسكينه اللي كتولد على البنات ولاو يشربوا ليا الحليب الجيران ومعليش معليش تسال الحق قدام امام الله شدي تي لقدك راتي يا كل عدس والروز انت باقي يلا كتشربي في الحليب سيزيتينا في الحليب من نهار تزاديتي هو يمشي بوا بحال وهرب ومجي النحس نهار وداتك امو حنا معاك في التميره والمحايد شربي شربي شارجرك بغيت نشارجي تليفوني سيري راه في البيت تسالي ما يدير ليا تلقى ليا تليفوني صافي نهار شتكم ما شتش تربح بقات هادي ود بقاتها بنت ابني جلا ما وليش شفت الاثر ديالي وحنا يهمنا قلنا لك ولدينا ما تولدينا لا ولد لا بنت لا بخاطري جيبوا كعرتكم بنات كامل ولادكم سيري هادي كمارتك من حدايا سير خليني واحد في الحليب وفي المصروف نضرب فرك عند للياتي أرى أنت هاد الحليب تجيب بوحدك اللي تشرب I'm sorry.
جيتي تضربيني. ضربك الضوم باش غتصايبيها مكاين والو راه جبيضات ونص كاس ديال السكر ونص كاس ديال الزيت والطحين وصافي راه تصايبات كيكه ايوا نوضي صايبيها انا ترى هنا باش نديرو كاسكروف ديني يا مومو طيب عشانا لا ما طاب عشانا طيب عشا جيراننا مي ديك ديري الفرز اش من فرزة بنيتي كتعطيناش الحليب وانا لا يا نوضي البوك نوضي اش قدك باقاني نشربوا الحليب وانت وليتي قد العود ولا قالت لك الحليب هذاك عطى الحليب باقا صغيره لا تدعش بها الحيدونه ومالو كيعجبك كيعجبك ورا دابا بغي يعدي البقره هنا كيعجبك ولا قالت لك كيعجبها مالك هي كتشري ليها هي باقا صغيره بعدي سكتي حتى انا باقا صغيره والله ولاك مشيتي للحليب نشربوا ليها ما ريحه الحريق والله بريحة الحريق ميساء نعم أمي أشوف كيفك ما تحرقت غدا أمي تحرقت لي الكيكة أمي جري أمي سمحي لي يا أمي والكيكة أمي تحرقت شوطة أولي لبوة كتبغى تشعل فيا العافية أولي لبوة كتبغى تشعل فيا العافية وضحك فيا عباد الله ما نضربكش واتي بوكا ما سرقش الكيكة تي بوك سرق عاد جاب لي اختك الصغيرة واتي بوك ما سرق قراية وسر بوك عاد جفاف وتجاب لي اختك تي بوك صحابي طيب تي ولي بوها باغا تحرقني وتشوفي فيا العديان ما نضربكش زيد دخلي بوك زيد دخلي مشيت ندير كيكة وندمتني فيهم غير الخمير مشيت نصاوب غير الكيكة وتحرقت شحالتي ليا وكتغوت عليا انايا شو كي ولات حالتي ليس نعم انا غادي خارجة انا غادي نطلع على موي ردي البال لخواتاتك صافي هاديك الجاج جوع عطيها الروز في الثلاجة وانا مشيت الا درت شي حاجة راه ليكوش واخا نزري فيا تما طيب عشانا الى ما طابش عشانا يا طيب عشا جيراننا نيني يا مومو طيب عشانا الى ما طابش عشانا طيب عشا جيراننا نيني يا مومو اش تسخني يا طمع عين جلاب واش بنتي عشبك عشبك شتي
كيعجبها هي وما متعرفش عطاه ليها تبقى تشري في هذاك الحليب. قولي قولي من اليوم غادا تولي تاكلي نعم ها ولا هذا الشيء كي داير ملي تجي ما قولها ديرو ليك صافي ملي تبغى تعطيك الحليب قولي لا وقت العدس ها هو الشيء كي داير شد